Un des plus grands rayons de la pharmacie est le rayon des les antibiotiques. Donc logiquement, il y a un stagiaire ou stagiaire ou le vendeur en pharmacie en Algérie, les malics savent les antibiotiques mais ils savent le client il a quand des questions à la doit dialo. Dans la vidéo, je vais vous expliquer un peu les antibiotiques et vous donner 5 exemples à les familles ou les antibiotiques qui sont beaucoup ou qui sont les plus importants. Salam alaikum, masa al-khair, je m'appelle Saad, je suis interne en médecine et vendeur en pharmacie entre temps. Si c'est la première fois que tu venais sur la chaîne, je fais des vidéos avec les stagiaires ou avec les étudiants. Mais je suis en médecine ou pharmacie en général. Et aussi, je fais des vidéos sur le travail de la pharmacie qui m'a aidé. Donc si tu es intéressé, دير ابوني الوغ ماريش راح ندير كور تاع ميكروبيولوجي ولا كور تاع بيولوجي ديديكاس لكاع الناس اللي تقرا بيولوجي مانيش راح ندخل في الديتاي وهاي لا بكتيري كيفاش مخدومه وقتاش اكتشفوا لي زونتيبيوتيك كيفاش لونتيبيوتيك ياتاكي لا بكتيري من الغشاء كاين دي زونتيبيوتيك اللي يقتلوا لا بكتيري كاين اللي يحبسوا برك الانتشار تاعهم مانيش راح ندير هكذا الا تحوسوا فيديو كيما هكذا قولوا لي في لي كومونتير بالك نسي ندير فيديو سور لو برون تيوريك ولا نعطيكم ليان تاع كالكان يدير ديجا فيديو مليح سور بلون تيوريك مي انا راح نعطيك سور لو بلون براتيك في الخدمه في لا فارماسي خمسه لي زونتيبيوتيك ولا لي فامي اللي لازم تعرفهم ولازم تعرف لي بوزولوجي تاعهم لي دي سي لي نون كوميرسيال باش تعرف ابوبري كيفاش تتعامل مع الدواء تاعك ومع الكليون تاعك بارابور للدواء اللي يشربوا دونك نبداو بلا موليكول اللي تعرفوها كاع لاموكسيسيلين لاموكسيسيلين تبع لا فامي تاع لي بيتا لاكتامين و بلو بريسيزيمون تبع لو جروب تاع لي بينيسيلين هادو هما لي زونتيبيوتيك سون دي زونتيبيوتيك باكتيريسيد باكتيريسيد سا فو دير قتلوا لا بكتيري ماشي يحبسوا الانتشار سي ان انتيبيوتيك ا لارج سبيكتر تما ياتاكي بزاف لي بكتيري يكوفري بزاف لي بكتيري ياتاكي بلو بريسيزيمون الغشاء تاعها ياتاكي لا باغوا وهذا ثاني النوع من لي زونتيبيوتيك تلقى بزاف عنده لا ريزيستونس تما ا فورس كي تشربوا بزاف تشربوا بزاف تشربوا بزاف تولي كاين اون ريزيستونس تولي الجسم تاعك ما يقدرش ما يتفاعلش مع لونتيبيوتيك هدايا على بها من داك كي تكون لا ريزيستونس تلقى دواوات عنده لاموكسيسيلين وعنده الناسيد ولا حاجه كيما لوغمونتا فيه لاموكسيسيلين واسيد كلافيرانيك لي زانديكاسيون تاع لاموكسيسيلين اون جينيرال سي لي زانفيكسيون اوغال تما كي نقول لك اوغال باغ اكزومبل لونجين ولا اوتيت ثاني كي ميدو في لي زانفيكسيون بولمونير تاع الصدر وثاني كي لي زانفيكسيون دونتير لي نون كوميرسيال نعطيكم 3 اكزومبل كاين لا لو كلاموكسيل لي معروف هذيك البوطه الحمراء كاين لاموكسيسيلين او جي وكاين لاموكسيبان ثاني وكاين دوتر جينيريك الا حابين تعرفوا كيفاش تحفظوا ولا تقراوا لي جينيريك تاع بلوزيور ميديكامون كاين اون ابليكاسيون وكاين كيفاش تريشارشي في الانترنت وكاين كيفاش تستعمل لو لوجيسيال شفاء قولوا لي راكم حابين تشوفوا فيديو لي فورم غالينيك تاع لاموكسيسيلين تلقاوها اون سوسبونسيون بوفابل تلقاو في 125 ملي غرام في 250 ملي غرام حتى في 500 ملي غرام وتلقاو ثاني لي كومبريمي كيقول كومبريمي كسا سوا جيلول ولا دونك تلقاهم في 500 ملي غرام وتلقاهم ثاني في 1 غرام انجيكسيون ثاني اون انجيكتابل تشكيك تلقاهم ثاني تاع 1 غرام لي كونتر انديكاسيون تاع لاموكسيسيلين هما لالرجي الا كان واحد عنده لالرجي من لاموكسيسيلين دونك لازم دائما لو كليون تاعك تخصيه الا عندك لالرجي من لاموكسيسيلين ولا لا لي زيفي سيكوندير اللي يقدروا يديروهم هما لا دياري ولا لالرجي دونك اون جينيرال لي زونتيبيوتيك دائما يديروا مشاكل الجهاز الهضمي فيه بزاف ديجا هو اصلا فيه لي لابكتيري دونك كي يدخل لونتيبيوتيك راح يخلط ما بين لا بكتيري اللي لازم يقتلها ولا بكتيري اللي كاين دوريجين في جسم الانسان على بها مليح نمدو لي زولترا بيوتيك ولا لي زولترا ليفور ولا لي بروبيوتيك مع لي زونتي بيوتيك ثاني نتوما تحوسوا كسا سوا تمدوا او ميليو دو روبا ابري لي روبا ما يهمش دونك باسكو لي روبا نو موديفي با لابسوربسيون تاع لاموكسيسيلين لا فام اونسانت تقدر تشرب لاموكسيسيلين مول المراه اللي ترضع تقدر تاخذو غير اذا شافت اون رياكسيون اليرجيك عند لو بيبي تاعها نتما السينيال لو ميدسان تاعها ولا تحبس الدواء كاريم لا دوزيام موليكول نبقاو دائما في لا فامي دي بيتا لاكتامين لي سيفالوسبورين Les céphalosporines, c'est des antibiotiques bactéricides. Ça veut dire yqtlou la bactérie. Hadouma les céphalosporines tanik sont à large spectre. Kayen bzaf les bactéries li yqdrou yqtlouhom. Les céphalosporines kayen 3 générations. N'atikoum un exemple de chaque génération, la molécule mère ou la DCI. Donc kima la première génération, c'est le céphalexine, le képhoral. Céphalosporine de deuxième génération, kima le sifuroxime, le zinate, معروف le zinate. Le céphalosporine de troisième génération, sifixime, l'orocaine. Lazem yjouz ala contrôle médical, lazem tkoun une ordonnance ou l'ordonnance li kimbatouha contrôle médical bach tsrbih bla carte chifa. Donc hadou hma les trois générations, les céphalosporines. On va prendre par exemple céphalexine.
لو سيفاليكسين يستعملوه في لا بروفيلاكسي تما في الوقايه اون كا دو شيروجي جينيكولوجيك تما اون جينيرال تلقى لا فام لي دارت سيزاريان يمدوا لها لو سيفاليكسين بوندون دي جور وتانيك في لي شيروجي اورتوبيديك باغ اكزومبل واحد تكسر دار اون اوبيراسيون يمدوا له لو سيفاليكسين اون بروفيلاكسي مي تانيك دير في بالك تانيك بلي لي زانديكاسيون كيما لا بينيسيلين يعني لي زانفيكسيون او ار لي زانفيكسيون بلمونير و لي زانفيكسيون دونتير اون كا واحد عنده اليرجيك لا بينيسيلين تقدر تمدلو لي سيفاليكسين ولا تانيك لي ماكروليد اللي راح نشوفوهم ابري هادوما دونك ندخلو في لي جينيريك تاع لو سيفاليكسين عندنا في لو مارشي تقدروا تلقاو لو ليكسينال ولا لو ليكسان ولا لونسيفال لي دوزاج اللي تلقاهم تلقى لو 125 ميلي غرام ولا 250 ميلي غرام تلقاهم اون سسبونسيون ولا 500 ميلي غرام و لو 1 غرام تلقاهم اون كومبريمي تانيك اون انجيكتاب تلقى لا سيفازولين ستاني كيفالون تاع لا سيفاليكس بارابور لا بريس تاع لو ميديكامون كيما لو بينيسيلين بارابور لي روبا ما يهمش الا قبل ولا بعد الماكله ولا فام اونسانت نورمال تقدر تشرب لو سيفاليكسين ميم لا فام اللي ترضع برك ال سينيال سي لو بيبي تاعها كي تكون ترضعو تاخذ في لو سيفاليكسين يدير اون رياكسيون allergique. Alors, je ne suis pas en train de faire l'automédication. C'est absolument déconseillé de faire l'automédication. Il dit que je suis en antibiotique. Ou le sahbou a dit que je suis en train de faire l'automédication. Je vais vous donner des informations sur techniquement gram positif. L'indication en général, c'est les infections pulmonaires ou les infections orales. Les contre-indications تاعو واحد عنده l'allergie les macrolides, les insuffisances hépatiques تما واحد عنده كبده تاعو مريضه شويه ما تمدلوش لي macrolides ou tani واحد يشرب لا كولشيسين ولا واحد يشرب ليزوتامين. Les effets secondaires كما فهمتكم مقبله لي زونتيبيوتيك دائما يضروا لا فلور انتستينال جينيريك تاع زيتروماكس واش كاين نعطيكم 3 اكزومبل نتوما تقدروا تحوسوا ولا قولوا لي ندير لكم اون فيديو على كيفاش تحوسوا على لي جينيريك كاين لو زوتريكس زوماكس لو زيترون الوغ لي فورم غالينيك تاع لو زيتروماكس تلقاوها اون كومبريمي 250 ميلي غرام و 500 ميلي غرام وتلقاوها ثاني اون سسبونسيون بيفابل تما البودره اللي تخلط بالماء تولي شغل سيرو تلقاها اون 40 ميلي غرام بار ميلي لتر بارابور لي روبا ما يهمش الا بعد ولا مور الماكله ما لي روبا ما راحينش ياثروا في لابسوربسيون تاع لازيتروميسين و بارابور لا فام اونسانت لازيتروميسين الي ديكونسيي لا فام اونسانت ولا فام كي الات تسمى المراه اللي ترضع والمراه اللي راهي حامله ما تشربش لازيتروميسين لا كاتريام فامي سي لي كينولون بلو بريسيزيمون لي فلورو كينولون باش تعرفهم بيخلصوا بفلوكساسين كوم اكزومبل لا سيبروفلوكساسين دي زونتيبيوتيك بكتيريسيد تما يقتلوا لا بكتيري يو سون ا لارج سبيكتر و ياتاكيو لا دي ان تاع لا بكتيري دونك على بها لا ريزيستونس فيهم تصرا بزاف لو ميدسان باش يلحق يمد لو كينولون لازم حتى يدير لونتيبيوغرام ويكون على بالو متاكد بلي لا بكتيري هادي ترياجي عليها لا سيبروفلوكساسين لي انديكاسيون اون جينيرال سي لي انفيكسيون urinaire et génitale ou tannic les infections chroniques en général تاع l'oudan les contre-indications la ciprofloxacine même douhach les enfants même douhach les femmes enceintes même douhach les femmes les ترضع ou dit عنده une allergie بين les fluoroquinolones c'est logique les effets indésirables les effets secondaires تاعها عندها la photosensibilité تما لازم كي تكون تاخذ ciprofloxacine لازم تيفيتي اشعه الشمس والضوء لي بزاف باسكو يدير لك مشاكل في لابو تاعك ولا وعينك يدير ثاني la convulsation Ça veut dire que nous évitons de faire quelqu'un qui est épileptique. Il dit qu'il y a des tendinites, il y a des tendons, ou il dit qu'il y a des problèmes dans le système. Le cas est que quelqu'un aime la ciprofloxacine, ou l'ordonnance a dit qu'il faut une prescription hospitalière. Ça veut dire qu'il faut une prescription. Les formes galéniques de la ciprofloxacine sont comprimées en 250, en 500, en 750 mg normalement. تلقاه تاني اون غوت كيما لوتوسين وتلقاه تاني اون كولير ولي جينيريك تلقى لو سيبرولون لو سيبرو ولا لو كينوكس
هادو هما لي جينيريك تاع لاسيبروفلوكساسين. الوغ قبل ما نكملو نعطيكم لا 5ايام فامي تاع لي زونتيبيوتيك اللي راح نهضروها اليوم. الى راكم تستفادوا من هاد لا فيديو ديروا لنا ابوني لاشين وديروا لنا ثاني ابوني في انستغرام وبارطاجي هادي لا فيديو مع كلكان اللي تي بونس راح تعاونو وقولوا لي في لي كومونتير وشنو هما لي زونتيبيوتيك اللي نتوما مولفين تشربوهم. لا 5ايام فامي تاع لي زونتيبيوتيك اللي راح نهضروا عليها ونكملوا بلي سيكلين. الوغ لي سيكلين سي دي انتيبيوتيك باكتيريوستاتيك تما يحبسوا الانتشار على لارج سبيكتر يرياجيو على بزاف لي باكتيري. كيفاش تعرفوهم؟ مكتوبه تلقى فيهم سيكلين. دونك اون فو بروندر بار اكزومبل لا دوكسي سيكلين. وقتاش يمدوها لي زانديكاسيون تاعها؟ يمدوها في لاكني انفلاماتوار اللي عندهم الحب الشباب انفلاماتوار وثاني كيمدوها في دي زانفيكسيون جينيتال تلقاوها اون 100 ملي غرام كيما لا دوكسي سيكلين تلقاو لو دوتور. كيفاش ياخذوا لا دوكسي سيكلين؟ دو بريفيرونس ياخدوها في وسط الماكلة مع كاس ماء كبير ساعة قبل ما يرقدوا. علاش؟ هذاك الكمبريمي يقدر يدرك يجرح لك الديودينوم عنده لا فوتو سنسيبيليتي. دونك لو كان تكون تشرب فيه وتكسبوزي روحك بزاف للضوء راح يدير لك اضرار في الجلد ديالك ولا في عينك. لا فام اونسانت ولا فام اللي ترضع والمرأة اللي ترضع تيفيتي لي سيكلين. لي زيفي سيكوندير تاعها تقدر سي لي فوميسمون تقدر تبات تقيه بزاف كي تكون تاخذها وتانيك لاليرجي لي سيكلين. الوغ فوالا سيتي بوكو بلوس لو كوتي براتيك تاع لي زونتيبيوتيك في لا فارماسي. ان شاء الله كنت ان بو كلير. الا حابين ندير لكم لونتر فيديو بوكو بلوس تيوريك قولوا لي في لي كومونتير ونعطيكم ليان تاع فيديو ولا مليحه تيوريكمون. راح نسيي تانيك ندير دي فيديو على لي زونتي انفلاماتوار ولي زونتي ستامينيك. دونك ابوني اكتيفي لا كلوش ابونيوني تاني في انستغرام باش الى كش واحد عنده كيستيون يقدر يبعث لي تما نسي نجاوب ديريكتومون. فوالا بون نوي.